جولي يفتك الكرة لمرة لإيساكا أبودو، الأخير يسدد ترجع من الحارس علي جمل أمام شولي ليحط الكرة في شولي يفتك الكرة لمرة لإيساكا أبودو، الأخير يسدد ترجع من الحارس علي جمل أمام شولي ليحط الكرة في الشبكة، لكن المساعد الأول يبدأ تجزني وزيس أركوما على الدين جبش خردوب لمنصور ديكو شولي وإيساكا أبودو. بالنسبة للاحتياط الثلاثة فرصة للملعب جيد سيف تقاب في الكرة الأخيرة كان على اللاعب شولي، هذه الفرصة لإيساكا أبودو عمل المراوغة التفريبة يلعب كرة التماس بسرعة والتوزيعة في منطقة الجزاء يخش الكرة وسام بن يحيى أبقى للملعب الجابسي دائما كرة لإيساكا أبودو خرج تعود للملعب الجابسي محمد أمين بن عمر كرة تعود للسطايدة مرة أخرى في هجمة جديدة البحث عن هدف أول في المباراة تمود الحاج مبروك بحث على المساندة لمسة إيساكا أبودو إلى الشولي شولي اللاعب اللي بيليش يعمل شولي إمكانيات كبيرة في الكبيرة للاعب يتجاوز شولي ويتحصل على المخالفة ديكو شولي حب جيب قدم للملعب الجيبسي الاختبار والإعادة من الصورة حب يتجاوز سيف تقا ثم اختار سيف تقا أنه يدخل على شولي حكام نصر الجوادي كان قريب من الصورة ويعطي المخالفة لصالح الملعب الجيمسي كرة ثابتة اختير ريفي مهدي الوذر في مرة أخرى كرة وتدخل من دفاع الملعب الجيمسي الكرة في وسط الميدان فيها مخالفة المرة هذه نصل الجوادي يأمر بوسط اللعب يدخل شولي يحافظ على كورت وشولي ديكو يمرر ليه يحافظ على الكرة مرة ثانية إلى منظر الأفريقي ثم مزيس ركوما يقطع على الكرة شولي تمرير إلى أعلى تمشي الهدف من البطولة كرة لصالح الملعب الجيمسي في منطقة الجزاء اش يعمل بالكره لعب الليبيري يوزع ولكن تدخل محمد امين النفسي لحد الان وقت الدفاع الافريقي ممكن ما تخليش بلعبيه الصيده هذه الكره في وسط الدفاع للنادي الافريقي ولكن التصويب ممكن للملعب الجيمسي امامنا الاعاده ديكو يعمل المراوغه بفخر الدين الجزيري ثم يخرج كره على الجهه اليمنى وين موجود على الدين قمش في يسار الهجوم ترجع مرة ثانية شولي ديكو نشيط جدا هذا اللاعب الكرة بينية فيها الافريقي فجرات الملابس وحديثة لزوز مدربين اكيد اهمية كبيرة ان الكرة هنا وراح التنفيذ على القائمة الاولى الصعود ويدخل احمد خليل ترجع من شولي ديكو شولي عنده الكرة اش يعمل الليبيري يمرر لحسام الحاج مبروك التوزيع ياسمي مرة ثانية الهجوم الافريقي ثم شولي يلعب الكولا شولي يلعب الليبيري خرج إيساكا أبودو إيساكا مع سيف تقا إيساكا صلاح منظر لجاسمي كورتو طويلة سيف تقا يخسرها إلى شولي أش يعمل شولي التصويب ويتدخل عاطف اللادوي مكان اللاعب مشكور في انتظار التغيير يخير نصر الله الجوادي بعد الأول أيضا أخطاء عديدة في وسط المباراة هذه كرة منصور معها اللاعب أحمد خليل ثم شولي إيساكا أبودو شولي مرة ثانية عنده الكرة فقد ربما الحماس اللي كان موجود عليه في الشوط الأول المخالف والمخالفة لصالح الملعب الجيبسي لهجوم سامي هلال كورتو طويلة في اتجاه اللاعب ديكو شولي معاه في سيف الماجي والمخالفة للملعب الجيبسي تسعى ويلعب الكرة يسعد أحمد خليل يخرجها ثم تبقى إلى شولي اش يعمل شولي التوزيع مرة ثانية إلى خلدون منصور خالد الغرسلة وهدف التعادل عربي يتعدى خليل ممتاز اللقطة الأخيرة ولكن ترجع الكرة لدى الاتحاد المونستيري ضد الملعب التونسي ضد الشبيبة القيروانية واليوم مع الملعب الاسمي في اتجاه أيمن محمود ثم ديكو شولي مع في الترجمة سيف المجري ديكو شولي كلام بسيسي في اتجاه شكون إيساكا أبودو ثم ديكو شولي إيساكا أبودو إيساكا يرجع للورا مع موزيس أركوما من غاني إلى نيجيري يوزع الخلد المليتي يمهد البن عزيزة يقرب وسط الميدان يوزع الكرة في اتجاه اللاعب سليم الزكار تربيط خطر الكرة يقطعها أركوما تمشي لتشولي لكن الكرة يسقط والحكم يعطيها ضربة مخالفة كان أمامكم اللاعب ديكو تشولي المهاجم الليبيري تم تواصل مع نهاية الفترة الأولى مع اقترابنا من نهاية الفترة الأولى العبارة الأخيرة على الدين قمش يقطع كرة يعكس بها الهجوم لفريق ملعب الجيبسي عملية 1-2 مع تشولي يبقى على الدين قمش جيل كبيرة مرت وما زلت باش تمر من هذا الملعب ومن أزياء يلعب مع أيمن محمود يحاول يلقى الحل أشلي
ديكو يلعب الكرة في الميدان تقريبا المستقبل ريدي بيجيبس رجع في اللحظات ورجع في الدقائق للمراحل الدفاعية والرعاية الدفاعية. هذه كرة والبدول اللي كان عنده اشكال في مباراة الذهاب انه كان فما وشهاب فرج تنفذ الكرة احدى ايد موزيس ديكو امام كوكو داوي في وسط الميدان خالد مع ديكو وايزاكا ابدو ديكو تشولي ثلاثة ويتعدى يمر يلعب واحدة ايد مع المساعد الاول زيادة ضويوي تماس تعود ديكو تشولي الى تبقى للنجم الساحلي ويتدخل احمد ميدا في توقيت عبدو الا دقيقتين على نهاية المباراة ويبقى كذلك حسام الحاج مبروك يستعد لاخذ مكانه في التشكيلة الاساسية اول لمس للكرة من تشولي ويبقى الهجوم للملعب الجيبسي دفاع كبير من ابو لكن موجود الحكم وقريب جيرات هيثم مراد يعني موجود تقريبا في كل شبر من الميدان هيثم جيرات وموفق الى حد الان على الاقل. نعم بالفعل موفق الى حد الان في اداره هذه المباراه. نقطه فنيه حبيت اشير بها نزيه انه اللاعب موزيس اوركوما اصبح يلعب في خطه بيفو وحسام الحاج مبروك مشى للوقت الايسر اصبح يلعب لاعب جاسبي. لحظات اخيره عصيبه بالنسبه لخط دفاع فريق ترجي جرجيس وبالطبيعة تبقى الكرة جيرسي في مناطقهم وبيوبا بعد مجهود فردي كيدي غلط الجريدي اللي يتألق ويحول كرة برشاقة للركنية. الدقيقة 18 الخطير ديكو شولي يراوغ طريقة فنية ليوسيسي لكن تسديدة كانت في الشباك الصغيرة اللي ميري شولي يتفوق مرة أخرى على سيسي وتدخل المدافع السنغالي ديكو يسقط والحكم بالإسحاق يأمر بمواصلة اللعب.